حديث مع زميلي بولا يعوبيان انه كان اطلالي يعني ما فيها سعد الحريري اللي بنعرفه، ما فيها سعد الحريري بيضوي. انا ما بدي اكد شيء وما بدي كذب الرئيس سعد الحريري، انا بدي اقول انه في ظروف ملتبسه رافقت هذه الاستقاله، خاصه انه الرئيس الحريري لغايه هلا عم بيقول انه لا ما كان في شيء. يعني انا اخر شيء بدي ميل لحتى اتبنى نظريه الرئيس سعد الحريري اقله احتراما له للي عم بقوله. حلو. مارسيل غانم، يعني انت قلت بهيدي الحلقه بالذات، قلت انا حكي